كيف قرأت حملة الفساد الحالية في السعودية وما هي مآلاتها برأيك؟ يعني نحن أمام سعودية واعدة جديدة صاعدة تود أن تدخل القرن 21 بثقل، ولا بد لمثل هذه السعودية الجديدة الواعدة المستقبلية أنها تبدأ بملفات الصعبة، والقيادة السعودية قد بدأت بملفات المنطقة وانتقلت إلى ملفات الداخل، وعلى رأس هذه الملفات لكي تكون السعودية مستعدة للقرن 21 عليها أن تأخذ مسألة الفساد الذي استشرى كثيرا وعلى كافة المستويات أن تأخذ هذه المسألة بجدية. وأعتقد أننا ينبغي أن نكون جميعا داعمين لمثل هذه الحملة، ليس في السعودية فقط وإنما في أي مكان، وعلينا أن نطرح السؤال من أين لك هذا إن كان أميرا أو وزيرا أو مسؤولا أو رجل أعمال. أعتقد السعودية بدون فساد ستكون سعودية رائدة في المنطقة، فأنا متفائل جدا بمستقبل السعودية وبهذه الحملة ضد الفساد.